بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. أود أن أطلع الجميع، الأسر، الأهالي، ونبشرهم بهدية العيدين، لأنه طبعا هي اسمها قاموس مجلة قاك، ونعبر عنها بمجلة المناهج، نعبر عنها مجلة المناهج للتعليم الحديث أو لكورونا أفتر ريوايند، لكار كورونا أفتر ريوايند، يعني بعد الكورونا كأنه يعيد التاريخ نفسه 100 سنة، يعني كما بدأ التعليم كما بدأتم تعودون، يعني نعود أو هذه المجلة تنقلنا إلى 1920 عندما بدأت فكرة التعليم العام للسادس ابتدائي. يعني كان شغل الشاغل من يتخرج من سادس ابتدائي كأنه تخرج من كل التعليم العام، يعني كأنه أخذ ثانوي ثم يذهب إلى كلية الزراعة وإلى كلية المعلمين في 4 سنوات، يتخصص 3 سنوات دراسة، آخر سنة تمرين أو تدريب يعني عملي، يعني بعد 3 سنين عمره 12 سنة مثلا، من كان، لأنه في ناس يتخرجوا من الابتدائي كان عمره 20 سنة. يعني أنا أعرف عمي دخل الابتدائي عمره 17 أو تخرج دخل الابتدائي عمره 17 سنة، أخذها في 4 سنوات عمره 21 سنة، وأعرف والدي أتخرج من الابتدائي عمره 12 سنة، يعني الفرق كم؟ 9 سنوات. وكذلك عيال عمي وكذا صار معاهم نفس الشيء، يعني واحد من عيال عمي الفرق بينه وبين أخوه لما أخذ ابتدائي يمكن أكثر من 6 سنوات، يعني حتى الأول ما كان عمره زي الوالد، يعني نادر. طبعا الوالد دكتور الآن أو من فترة طويلة، الله يعطي الصحة والعافية. فهذه تعتبر مجلة المناهج، يعني لو هذه المجلة سارت في ذيك الأيام كان جميل جدا. الآن هذه المجلة طبعا لا غنى عن التعليم الموجود، لكنه يعني بدأ التعليم الموجود ما يؤدي إلى أنه بعد الابتدائي ب4 سنوات أنا ممكن أصير عندي معاش أو عندي راتب، لأنه كان قلنا يدخل كلية الزراعة وكلية التربية والتعليم من الابتدائي، ونقدر نرجع للمعلومات موجودة، يعني أرجعوا أنتوا في 50s تحصل الكليات تقبل من الابتدائي. فنتكلم حتى الآن لو أردنا أن نسوي منهج، فخليني أقرأ عشان أوضح، كتبنا في الكتابة شيء يوضح ذلك. الصفحة الأولى واضحة، نأتي للصفحة الثانية. فحيكون في هذه المجلة، طبعا هي اسمها مجلة قاك، أسئلة، يعني يكون يحفز أو المجلة تحفز للأسئلة، وفي يعني نجوم، يعني النجمة هي العلامة، فالكل للجواب على السؤال بس كلمة نعم أم لا، يعني جاوب نعم أم لا ياخذ نجمة.
طبعا كل سؤال له 6 نجوم فيبقى له 5 نجوم. فنقرأ. فالدرس كلكم من لديكم هذا العدد من مجلة مجتمعنا جي 4 يعني رابع ابتدائي، كأنه كل واحد بيدخل رابع ابتدائي. الدرس سمارت فأعطينا رقم، بعدين قاموس ومجلة. نجي للسؤال الأول، رقمه حيكون 0 بعدين 3 أصفار 2. هل أعرف ما معنى يعني رقم السؤال؟ مهم جدا، ويجب أن الطالب يقول السؤال رقمه كذا، وممكن يقول السؤال حتى في 20 ثانية المطلوبة. هل أعرف ما معنى قاموس الجواب؟ نعم، يعني أنا بجاوب الآن. أنا من جوالي في جوجل ذهبت إلى برنامج ويكيبيديا، قرأت، كونت تعريف ملخص، هو كده كده كده. طبعا نحن نقدر نعفيه من أنا من جوالي، ما يقول أنا من جوالي. هل تستطيع أن تقوله في 20 ثانية؟ أنا يعني المجلة بتسأله، فهذا طلب المجلة، فهو يقول أنا من جوالي من ويكيبيديا بسرعة معنى قاموس يقوله في 20 دقيقة. هنا إلا قال ممكن نعطيله أقل شيء نجمة إلى 3 نجوم وهكذا. طبعا نقرأ السؤال الثاني، نفس السؤال نفس الطريقة اللي هو سؤال 4. هذه كل أسبوع، يعني عندي سؤال 2 سؤال 4 وسؤال 6 وسؤال 8. كل مادة من المواد طبعا نلاحظ في عندنا سؤالين قاموس ومجلة، حيلاقي معلومة في الويكيبيديا، لكن السؤال الثالث عن جاك ما قلنا له روح للويكيبيديا، قلنا السؤال اللي هو 8. هل أعرف ما هو سؤال 8 اللي هو الأخير قصدي؟ جاك قلنا نفس الشيء وكانت الإجابة. نرجع لجاك، هل أعرف ما معنى جاك؟ الجواب نعم، أخذ نجمة، باقي له 5 نجوم. أنا من جوالي في جوجل ذهبت إلى برنامج ويكيبيديا، نتيجة البحث لا يوجد، أخذ نجمة. ماشي، قلت للطلبة والطالبات المجلة بتتكلم، هل لديكم سؤال لتتمكنوا من الإجابة؟ الآن أخذ نجمتين من 6 على سؤال 6. الآن المجلة تسأل، يعني كأنه المدرس، على سؤال رقم 6 اللي هو خلاص معروف اللي هو جاك. بالطبع سأتكلم عن جاك، يعني أنا جيت المجلة حتكلم معاكم بس زي المحاضرة. فعندنا مثلا 50 طالب وطالبة كمثال، في 20 سألوا، حياخدوا نجمة، صار عنده 3 نجوم من 6، والباقيين ما سألوا، فالعشرين اللي سألوا حتدينا فكرة في 20 ثانية. طبعا حتى لو قال ما معنى قاك، ما لقيت يعني أحب أني أعرف معنى قاك، أو واحد قال أنا خمنت، عنده 20 ثانية بس يسأل مش يعرف، فهنا في نجوم حياخدها. فالتعليم والاختبارات في هذه المجلة للتنشيط والتحفيز والتعلم، ما في جواب، ما في منهج صحيح. يعني نجي نقول قاد، طبعا دائما نعرف نحن المعنى في بطن الشاعر، قاد انت اللي قلت قاد، ما هي موجودة في الويكيبيديا، فنحن ما نقول لهم قاد ايش معناه. زي مثلا لو سألت سؤال هل تعرف معنى الجي، قبل لا هم يتكلموا عنه
ال جي كلنا نعرفه. قبل لا هم يقولوا واحد يقول لك ال جي هذه اختصار من اسم صاحب الشركة، واحد يقول كذا، واحد يقول تخمينات كلها صح، لأنه ما أذاك ما أعلن. في الأخير أعلنوا يعني بعد ما طلعوا الجي بسنين، أنا كنت متابع الموضوع في السوق يعني بعد سنين ممكن 4 سنين وكذا، قالوا الجي لايف جود. هل هم من الأساس ولا بعدين ولا كذا، أو سألوا السؤال. فهذه فكرة المجلة. يجي هنا في سؤال مخفي اللي هو الرابع، دائما كل أسبوع عندنا كم سؤال مخفي؟ 10. هل تعرف السؤال رقم 8؟ هذا مهم جدا للتحفيز العقول. والآن طبعا نحن في مادة ايش؟ العلوم. واحد يقول ما هو العلوم، ما هي العلوم مثلا، واحد يقول كذا، واحد طبعا المادة مادة العلوم. لما نجي عند مادة الحساب نفس الشيء، مادة القراءة نفس الشيء، مادة التكنولوجيا نفس الشيء. طبعا أعلننا عن المادة الفصل الأول مادة العلوم. فكل سؤال نعم ولا، بس بعدين يعني الجواب نعم ولا أخذ نجمة، صار عنده 4 نجوم. بس لما يقول نعم يقول لنا إيش هو؟ نفس الشيء عشان يأخذ نجمة تاني، صار عنده 5 نجوم. اللي قال لا يقول لا، يقول يتكلم في 20 ثانية عشان يأخذ، صار عنده 5 من 6. بقيت واحد نخليها لشخص واحد ممكن من 50، أكثر واحد يعني أعجبنا كلنا، أعجب المجلة يعني. أعجب المجلة تختاروا المجلة. أكتفي بهذا القدر وشكراً.